السلام. رح بعد نانو؟ أهلين بالأستاذ أمين، تفضل تفضل ارتاح. لا شو القصة؟ شايف القهوة عم تصفر صفر. الله يبعث الرزق يا أستاذ. أمين يا رب. وينه صانع حدو؟ صرفته قاعد عم يسند الحيطان. يلا وين بده يساوي لنا أرجيلة هلا؟ لعيونك أحلى نفس أرجيلة بيخدم شوارب الأستاذ. لا بتسلم شواربك يا رب. كاسة شاي يكرك عجم ها؟ على عيني وراسي استاذ. على فكرة استاذ فرضوا ضريبة جديدة على الأرجيلة، بقى نزل الطلب ولا سك عليه؟ وديش هاي الضريبة؟ 2000 ليرة استاذ. بصراحة أنا حبيت إلا قبل ما تفاجأ بالفاتورة. العام على الحكي 2000 ليرة. إيه وليش رفضت كل الآن؟ يلي بده يتمتع ويروي لازم يحل كيسه ويدفع، مزبوط ولا لا؟ بس هيك ما عاد حدا يرضى يقعد بالقهوة. ومين ولا؟ محلولة وهي قاعدة. يا عدنان مر حكومي. نفس أرجيلة مرتب لو سمحت 5 نجاصات ودخلات؟ أنت رح تدفع. أنت عليك لا تكمني. لك يا بني آدم واحد لابس هالبدلة هي أكيد بيكون معفى من الضريبة ولا شلون؟ والله أنت اللي عم تقول. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو عنا شو يعطيك العافية أبو سعيد. أهلين وسهلين بالأستاذ أمين. شو أصدق قاعد عم تكش دبان؟ شو ولا زبون؟ إيه والله يا أستاذ أمين، من بعد ما طلعونا بضريبة الحلاقة خفت الزباين وصاروا يحلقوا لبعض هون بالبيوت، وبيني وبينها أنا بتوقع ترجع موضة الشعر الطويلة. مرحبا أبو سعيد. أهلين وسهلين. ها شوفت عينا يا حبيبي. لك شو هالحكي اللي عم بسمعه؟ كمان ضريبة جديدة على الحلاقة؟ يا سيدي قال هي اسمها ضريبة رفاهية وتنعم، والدليل على ذلك انه واحدنا لما بيشوف واحد حالق جديد شو بيقول له؟ نعيما. طيب لشو كل هالضرايب؟ قال بدهم يدعموا صندوق المأمورية. ومشان يدعموا صندوق المأمورية بيفضوا لنا جيوبنا؟ لك شو هالحكي هاد؟ شو يعني بطلت تحلي استاذ امين؟ اساسا انا ما جاي احلي، انا جاي لعبك برتيط طاولة. بقى اذا عندك استعداد لغلب مرتب من تحت ايدين اخوك امين شري. إيه لا تستعجل النتائج استاذ امين، ونحن كمان ما لنا قلال عند ربنا. إيه والله لعلمك ياها والله. إيه الاخره يا فاخره. عود 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 الله يرحمني اذا بدي يرحمك. هات الكرسي لقلك. لازم كل يوم تاكل دقه مرتب انت مشان تبطل تطنط. ليش ارمي ايدك البيض لي يا سيدي؟ ايوه شو بدك محبوسه؟ مثل العاده يا سلام. سلم. شو يا عم تلعبوا طاولة وبالشارع كمان؟ ايه وشو فيها؟ فيها انكم تدفعوا 500 ليرة كل واحد منكم انتوا عم تضحكوا وتلعبوا. 500 شو؟ 500 ليرة ضريبة طاولة الزهر. يلا يلا ادفع انت وياه بلا طيلسة بسرعة لشوف. يا كريم شلوني معاه؟ 500 ليرة أخويا عبدون. أهلين أخي أمين. أهلين جار. كأنه زرافة اللي تجاهنا. على كيفك، بلديات شغلوط على وكيلك. يعني خرج المكدوس هدول حفر وتنزيل. إيه شو عليه؟ بدين كيلو 25. إيه مو كثير والله. هيك هلا جاي سعره، اذا تستنى كم يوم يمكن ينزلوها. لا شو استنوا لي، مرتي هلكتني ليل نهار تقول لي بدنا باذنجان للمكدوس. كم كيلو هدول؟ 13 20 كيلو. يا سلام سلم. شو هالباذنجانات يا ابو عبدو؟ بلديات على كيفك اذا على بالك. الان باينين ازراف وسود، اكيد بدك تسوي فيهم مكدوس حبيبي. ما هي ما شاء الله على سرعه البديهه. اي والله ليش فيها مسؤوليه الشغله؟ طبعا صار في ضريبة على المكدوس. شو هاد عمي؟ ضريبة على المكدوس؟ ايه ناولني 500 ليرة وهي ضريبة مكدوس. تفضل حبيبي. اهلا وسهلا نوال. ايه
يلا يا امين انا سابتك على البرندة تعال نشرب القهوه. لا انا برندة البرندة. شبك مستغرب كل الوقت ومن طول عمرك بشرب القهوه على البرندة؟ تسلمي لي يا عبير من اليوم وراي تبع البرندة بيقبط لي اياها بيكون اضمن واحسن. وليش كل هالقد خايف يعني؟ لا طبعا بدي خاف. بركي حدا شافنا ونحن عم نشرب القهوه. اسمعوا الحكي ليش نحن شو عم نعمل شيء غلط؟ مو مسألة غلط ولا صح؟ لك شو؟ بس بجوز يكونوا اخترعوا ضريبة جديدة لشرب القهوة، لأنه يمكن يعتبروها رفاهية، بقى الله يرضى عليك نشربها بالصالون بيكون أحسن، مو ناقصنا دفع مصاري نحن. روحي سكري لي كل الأبجورات والشبابيك، ولك يلا تحركي. خير ابو حسين. صباح الخيرات. شو ليش سكرت دوقي؟ لا حبيبي ما حصرت توقيع ما في. ليش بقى؟ لانه حضرتك متاخر خمس دقائق. وشو المشكله يعني؟ ما كل عمري متاخر خمس دقائق عشر دقائق، لا واحيانا بتاخر نص ساعه الظروف صعبه، بقى شو عدا ما بدا؟ يا سيدي يلي بدا مما عدا انه من اليوم ورايح صار في النا تعامل جديد مع التاخير. اوف ليش بقى؟ ها حسب القانون الجديد أنا رح خليك توقع عندي هون. كثير منيح. بس حضرتك قبل ما توقع عندي هون ايه؟ بدك تحي لجوا على المحاسبة وبتقطع لي وصل ضريبة تأخير ب 100 ليرة عن كل دقيقة تأخرت فيها. أوف ليش صار في ضريبة على التأخير كمان؟ تمام. ضريبة لصالح صندوق المأمورية. لك إيه فلقتونا بهالصندوق؟ إيش مغارة علي بابا؟ لك بس بدي أفهم إمتى بده ينملى؟ شايف؟ شو هاد؟ الحقيقة يا أساتذة لكل شيء إذا ما تم نقصان، يعني باختصار شديد هالصندوق اللعين ما كان ينملى معنا أبدا وكأنه مبخوش من سفله أو مفقود من قعره أو في شفاطة أو بلوعة عم تشفط المصاري بشراكة. أستاذ ثابت أنا ما بعتقد إنه المسألة مسألة شفط ولا حتى بلع كمان، كل ما في الأمر إنه المصاري اللي عم نجيبها ما فيها بركة وعم تدوب مجرد دخولها للصندوق. فعلا يا استاذنا فعلا المصاري بزمان اول كان فيها خير اكثر من هلا، يعني الموظف اللي راتبه 300 ليره كان يدفع اجره البيت ويطعمي اولاده ويكسيهم ويحديهم ويخبي شويه مصاري للازمات والمفاجآت. طيب والحل برايكم؟ استاذ انا بقول قبل ما تقول وتبول قوم وصلنا على اكله مامونيه بالقرفه وجبنه بيضه حتى نسند معدتنا. حاضر استاذ. كنا عم نقول انه انا بعتقد انه لازم ندعم الصندوق بجبايه الضرائب الجديده المبتكره المتميزه، وبيني وبينكم المواطن ابدا ما رح يحس بالعبء اذا دفع مثلا 200 ليره ضريبه لممارسه معينه عم توفروا له اياها، يعني الدوله عم توفرها، ما رح يحس فيها ابدا ورح يعتبرها من ضمن مصروفه. بس نحن بتفرق معنا كثير، يعني إذا في عنا 6 ملايين مواطن من دافعي الضرائب وكل واحد فيهم عم يدفع 200 ليرة ضرباً يكون مليار و200 مليون، وهذا شو؟ من ضريبة واحدة بس، مزبوط ولا لا؟ مزبوط يا سيدي. إذا تعالوا نفكر بضرائب جديدة غير مسبوقة. أول مرة بحياتي بلاقي جنينة فاضية. المواصف يعني غيري بالبلد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أنت قاطع شيء؟ لا قاطع شو لك عمي؟ قاطع طريق، قاطع شو يعني؟ لك شو قاطع طريق؟ طول بالك يا زلمة. أنا قاعد هون هيك يعني عم بشم هوا وغير جو، بجنينة قاعد أنا. إيه حقك، شم هوا قد ما بتقدر. يعني غب هوا نقي قد ما بتقدر. يلا طرقنا عين على الهوا كمان. ولا يهمك، بس لازم تقطع وصل بالأول. انت قاطع وصل شي؟ وصل شو يا زلمة؟ وصل محبة. وصل شو يعني؟ مد ايدك على 400 ليرة لو سمحت. 400 ليرة؟ شو المناسبة يعني؟ ضريبة شم الهوا والأكسجين يلي عم تستهلكه وتتنفسه. ليش صار في ضريبة على الهوا؟ طبعاً
هلا هذا الفضاء ملك مين؟ رب العالمين. ونعم بالله لا إله إلا الله، بس هلا مسؤول عنه الدولة، فمد إيدك على 400 ليرة لو سمحت. لا سيدي ما حذرت، لأنه هو ما عاد بدي شمه ولا عاد بدي غير جو، بدي روح انضرب على قلبي ببيتي. عجبك هيك؟ السلام عليكم. اعود هلا شميت وخلصت. نوال مرحبا. لك شو قصتك انت دبقاني؟ شو مصفيان غيري بالبلد؟ ولو عملوا لي السلام عليكم، شبك بارنبوزك وقالب صحنتك وعابس كأنه مو عاجبك شي. شو تفضلت؟ شو تفضلت حبيبنا؟ عم بقول يلي بيشوفك بيقول كأنه ولادك ميتين من الجوع. والله إذا بدنا نضل على هالمنوار رح نصل لهالمواصيل. ولك يا أخي ليش حامل السلم بالعرض؟ لك ابتسم طنش عمره ما حدا يرد. هيك قلتك؟ لك المواطن العربي لازم تضل الابتسامة على وشه دائما. ايش؟ طبعا، لأنه اللي صاير له مو صاير لحدا، أمان واستقرار وطمأنينة وسلام، شو بده أحسن من هيك؟ لك عمي أنا مو بإيدي، مو بإيدي، أنا صار عمري 38 سنة ولهلأ ما بعرف طعم الابتسامة. أها، معناته الضريبة صارت تراكمية. ضريبة شو؟ ضريبة تشاؤم. كل مواطن متشائم لازم يدفع 500 ليرة. هلا مو وقت المزح. أنا ما بمزح خلال وظيفتي الرسمية. يا أما ابتسم يا أما اسمح لي بخمسمائة ليرة. ليش 500 ليرة؟ شو القصة هيك يعني بالإجباري؟ خلاص أخي ببتسم. أصلا ليش لحتى ما ابتسم؟ يعني ما شاء الله شو بدي أحسن من هيك؟ أمان واطمئنان واستقرار وسلام. لك راح ابتسم لك ابتسامة إيه ما عرف التاريخ. منيحة ولا قوية أكثر؟ تفضل. هذا إلي؟ شايفين يا أساتذة؟ شايفين؟ كل هالضرائب المتنوعة يلي فرضناها على الناس ولسه الصندوق ما انملأ، والظاهر إنه الأفكار يلي طلعت معكم ما لها كافية. بقى بدي منكم تدوروا لي على فكرة جديدة ما خطرت على بال إبليس. مفهوم يا أبانسة؟ يا أساتذة؟ هالصندوق لازم ينملى بأسرع وقت ممكن. تفضلي مدام وفاء. شكراً أستاذ، بس بالأول يا ريت حضرتكم تعطوني الأمان، يعني منشان أقدر أحكي براحتي. خلعت الأمان بعطف عليك، فهات تحفينا بما لديك. شكراً أستاذ. بصراحة المواطن وصلت معه الأمور لهون، سوري لهم، وضاقت خلاقه كتير وفار مرجل غضب أستاذ. فار مرجل حلوة يا حلوة، فار مرجل. وبصراحة أستاذ لولا شويها يبق البحصة حلوة هي. يبق البحصة. بحصة شو؟ قال يبق البحصة. قال إيش وعلى كيفه يبقى البحصة؟ سمعنا انت ايه؟ اوه ايه؟ حاضر استاذ. ايه نعم استاذ، للأسف المواطن على وشك انه يبقى البحصة، وحتى ما يبقى للبحصة يعني انا بقترح انه نلغي الضرائب الجديدة مثلا، او على الاقل نخفف منها شوي. طيب والصندوق الفاضي؟ استاذ نحن قدام حلين، يا اما انه نرضى بموضوع الصندوق الفاضي،